الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة إذا مات عليه نسأل العافية والسلامة فهو مخلد خلود أبدي في النار ميقرس وتلق الماقرات جهنم يقبال زلالا يما وطعبته وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه قل تتعطون بمكبل بتجيزي كتملس الله يكبله إذا لابد أن نحذر ونحذر من الشرك بجميع أنواعه أكبر وأصغر ندذي كونا تشرك لنهتنا قبل كتنشوم كتلكم نعم أريد أمثلة على الشرك الأكبر عند تمثالي لتلقوا شرك لمثل الله أفلق عنه أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر ما نيتم عبادة كالله إلى لهن أكال كتست شرك الأكبر لو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله هذا شرك أكبر عند سوك الله إلى لهن أكال سجد بيادر شرك الأكبر لي وكتست. الذبح للجن لجن بيد الخوف من أصحاب القبور يكبر سواج بفرع الاستعانة بالأموات يموت سواج اردوي بيل طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله طلب الشفاعة من الأموات كموتانوج الجزان بتأييك معرك بما يتلو الطواف حول القبور بكبر زوريا مقومية النذر لغير الله كالله تلا لسلة مسال دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل طلب نزول الغيث أو الولد من الأموات كالله للا كالا أكال ستن برو ملمن يا أكال تتأيقو مارك كما يتلو زنان ما وردني مسال أن يعتقد في الأولياء في الصالحين أن بيدهم جلب المنافع ودفع المضار يا الله وليوك تكمن يمانتات قداتين يماس وقدس عقم على توبرو ما السبني مسل